إذن نرحب بكم من جديد إلى أجواء دافوس الساخنة بكثير من الموضوعات، لعل الثورة الصناعية الرابعة تطرح نفسها بشدة في هذه القمة، كذلك المسؤولية الجماعية والتجاوب في القيادات. مباشرة إلى مفردة سي ام بي سي عربية إلى هناك زميلة رولا الطراونة. رولا، يسعد أوقاتك، ومن معك الآن لتحاوري فيما يتعلق بهذه المشاركة في هذا المنتدى العالمي؟ نعم. شكرا لك الطيب. طبعا في اليوم كان عندنا اجتماعات متعددة، الزعيم الصيني حضوره، تريزا مي، العديد من الوفود المشاركين. اليوم كان لدينا العديد من المقابلات، لكن نتحدث بالمجمل عن رؤية منتدى دافوس لهذا العام مع ضيفي السيد خالد جناحي، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي. أهلا ومرحبا بك، دائما في دافوس. دائما في دافوس، دائما نقول قد أثلج صدري، بس اليوم لقد جمد جسمي، يعني من البرد هاي معاكم. سامحنا، بس لازم يعرف المشاهدين يعني شو بنتحمل احنا في هالظروف. تسلمي. شو بيختلف دافوس هذا العام عن العام السابق؟ مثل ما تفضلتي، طبعا حضور الرئيس الصيني للمؤتمر، هذه أول مرة في رئيس صيني يحضر المؤتمر، يعني من طول من 40 سنة هي أول رئيس صيني. طبعا يعني وجوده كان مهم جدا، خصوصا في الفراغ الموجود ان بريكزيت وترامب وكل الكلام هذه. فطبعا حتى كلامه كان كله موضوع الفراغ، ان الصين مفتوحه وليس هناك اي مشكله، اي شخص يدخل يتعامل مع الصين. فالكلام متوقع، بس كلام قوي جدا انه في موضوع الجلوبلايزيشن والعولمه، ان يكون في رئيس بلد كبير مثل الصين يتحدث الحديث يتحدث. طيب بالنسبة لموقف الصين، وفد كبير جدا مشارك، الانفتاح الواضح من قبل الصين، كيف تترجم الشخصيات أو حتى الدول التي كان لها في الوقت السابق يعني نظرة مختلفة حيال الصين؟ هل سيصدقوا انفتاح الصين؟ هل سيأخذوا فقط بالكلام أم يلزمهم ربما ثبات بالأفعال؟ أعتذر، يعني الكلمات عند لساني بتجمد، الحروف واضحة. شوف، في نهاية المطاف بيكون طبعا ثبات بالعمل، يعني بس في الصين اليوم إذا مع خروج أمريكا أو مع توقع خروج أمريكا، أن أمريكا يعني مثل ما ترامب تنعزل وترامب يتحدث وبريكزيت والكلام الآخر في أوروبا، فما في أحد غير الصين اليوم. الهند طبعا صغيرة بالنسبة للصين من ناحية، لأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الصين. فحديث الرئيس الصيني ليس فقط حديث إن للصين، إنما حديث للعالم ككل، يعني للعولمة الجلوبلايزيشن لازم يكون في حديث. فحديثه كان صراحة معظم المتواجدين كان طبعا فيه دائما احنا نتكلم ان كلام، هذا كلام اللي سيكون فعلا ام لا، بس معظم الناس انه يقول لك والله حتى لو كلام فقط للناس هذه مقابلين بكلام، يريدون يستمعوا لهالكلام هذا. الكل، نعم، الكل كان يتحدث أيضا انظروا إلى الصين كيف تحاول أن تنفتح وتلغي مفهوم سور الصين العظيم والإنعزالية المتعلقة بهذا المفهوم لتطرح موضوع طريق الحرير. بالمقابل ترامب، أنت ذكرت كل يتحدث عن ترامب، هل تصدق أن هذا الرجل سيحكم الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل بإمكان عقلية رجل أعمال أن تحكم دولة؟ أولا الرجل سيحكم أمريكا، أوكي، والشعب الأمريكي اختاره. طبعا اذا موضوع سؤال عن دوره كرئيس تنفيذي، طبعا احسن شخص كرئيس دوله، احسن شخص يرد على السؤال هذا شريكه في الخليج، صاحبنا وحبيبنا حسين سجواني. يعني كان اليوم خرج معنا وسالنا سؤال خاص يعني عن علاقته الخاصه، هو صديق وكنا يعني يوجد بيننا اعمال، وهنالك مدينه يتم احيائها الان في دبي تحمل اسمه، ونحترم هذه العلاقات يعني الصداقه بين المنطقه وبين، بس من واحد ياخذ من ناحيه الجديه، ان في تخوف طبعا من الجميع عن موضوع ترامب، ولكن يعني لنعطي الرجل فرصه. طبعا في فرق بين التويتر وبين الواقع. الواقع سيبتدي ان شاء الله يوم الاثنين، اوكي، لان الويكند حيكون هانيمون، وبعدين يبتدي يوم الاثنين ان شاء الله نشوف الواقع كيف بيكون الواقع. وانا شخصيا يعني من ناحيه يعني اكون متواضع في الموضوع ذي، اقول ان انا اظن بالعكس، اظن احنا بنشوف اشياء يعني غير اللي سمعناها في الحمله الانتخابيه وغير التويتر وكذا، لان صعبه جدا امور كثيره اللي قالها في التويتر والحمله الانتخابيه ان تكون في الأرض الواقع، صعبة جدا.
اليوم شفنا مشاركة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا فاعلة، وكانت قد أنكرت أنه موضوع البريكزيت أو خروج بريطانيا سيؤثر على طبيعة شراكاتها مع المنطقة الأوروبية. في ذات الوقت أيضا لاحظناها تحاول أن تفتح صفحة جديدة مع دول ومع أطراف جدد، بالتأكيد ستكون دبلوماسية في هذا الموضوع. إلى أي مدى يجب أن تكون حذرة اليوم تيريزا ماي في أن لا تخوض حرب مستقبلية أو جبهات مع دول أوروبية المنتفع منها تجاريا وتدخل في شراكات جديدة؟ الموضوع ليس موضوع ما تيريزا ماي، موضوع الاتحاد الأوروبي. كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع تيريزا ماي ومع الحكومة البريطانية في موضوع البريكزيت؟ شخصيا أنا ما أتوقع أنه بيكون مثل ما يقولون soft Brexit، بيكون hard Brexit، لأن عشان يتعايش الاتحاد الأوروبي ويكون له مستقبل يجب أن يتعامل مع البريكزيت بطريقة صعبة جدا. فما يعني كلام ترامب قبل يومين مع الجريدة الألمانية أو مع المجلة الألمانية كلام، هل سيكون هذا بالفعل أنه ما يتكلمنا بريكزيت هو الشيء الصحيح وأن دول أخرى ستطلع من الاتحاد الأوروبي؟ أنا لا أرى هذا. طبعا في عندنا انتخابات في فرنسا، عندنا انتخابات في هولندا، انتخابات في إيطاليا، وانتخابات في ألمانيا. بس توقعي أنا أنه بالعكس أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر صرامة مع تيريزا ماي، وغيره اسمها عن تيريزا ميبي. فتيريزا ميبي أنه سيكون في أكثر صرامة معها من المتوقع بالبريكزيتيرز. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خالد جناحي، وأنت طبعاً رئيس تنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي، ودائماً سنكون معك في دافوس ونتابع آخر المستجدات. أنصحك بعمل تزلج حتى تخرج من هذا الجو. هذا ما أظن في تزلج. شكراً جزيلاً. في تجمد مش تزلج. نعم، أعود لكم من جديد. الطيب، هذا ما لدينا حتى الآن. يوم الغد سأكون معكم على موعد مع الافتتاحية، أول مقابلة لنا في تمام الساعة 12:30 صباحاً، وضيوفي كلهم طبعا سأخبركم بهم أولا بأول. إلى اللقاء.